ولد الفنان الكبير حسين رياض في 16 من شهر يناير عام 1897. برج الفلكي هو برج الجدي. ولد في القاهرة الخديوية المصرية، ونشأ حسين في حي السيدة زينب وسط عائلة ميسورة الحال لأم سورية وأب مصري. والده كان بيعمل في تجارة الجلود، وهو سليل أسرة تركية بترجع أصولها لحكام جزيرة كريت. بدأت علاقته بالفن عندما كان يصحب والده إلى مسرح سلام حجازي مع إخوته مصطفى وفؤاد شفيق، واللي أصبح ممثل وشاركوا في فيلم سلامة في خير، حيث كان يؤدي دور صاحب المحل اللي بيعمل فيه نجيب الريحاني. كان لهذه الزيارات المسرحية مفعول السحر في تحول حسين رياض نحو عالم الفن وولعه بالفن، لدرجة أنه حاول أن يكون مغنيا من شدة تعلقه بسلام حجازي حسب ما جاء في كتاب أبيض وأسود لأشرف بيدس. وفي بداية حياته قرر الانتقال من الكلية الحربية إلى خشبة المسرح، وذلك لم يكن سهلا، فقد رفضت أسرته فكرة التحقه بالفن بحسم وإصرار، وألزمته على النصول لرغبتها في تحقيق حلمها بأن ترى ضابطا. ولكنه قرر حسم شأنه، وهو يعلم جيدا ما سوف يلاقيه من حرمان ومعاناة وجوع. وتوفى حسين رياض في 17 من شهر يوليو عام 1965 عن عمر ناهز 68 عام. انضم حسين رياض في مطلع شبابه لفرقة عبد الرحمن رشدي، وفي سن مبكر جدا لعب حسين رياض أدوار الأب وأداها ببراعة، وحاول أن يتجه للغناء إلا أن صوته لم يسعفه لذلك. وبعد أن ترك الكلية الحربية كون فرقة اسمها هواة التمثيل المسرحي مع يوسف وهبي وأحمد علام وعباس فارس وحسن فايق وغيرهم، وكان معلمهم للتمثيل في هذه المسرحية هو اسماعيل وهبي شقيق عملاق التمثيل يوسف بيك وهبي، ثم عبد الحميد حمدي من بعده. قرر حسين رياض أن يهب حياته للفن نزولا على نصيحة عزيز عيد. مثل حسين رياض مسرحيته الأولى خلي بالك من إيميلي في عام 1916 على مسرح جورج أبيض بطولة روزا اليوسف الإعلامية الشهيرة ومؤسسة مجلة روزا اليوسف، وقام خلال هذه المسرحية بتغيير اسمه من حسين محمد شفيق إلى حسين رياض خوفا من أن تتعرف عليه أسرته، حيث كان التمثيل أو التشخيص كما يطلق عليه نشطا معيبا في ذلك الوقت. حسين رياض هو الاسم اللي عرف به بعد ذلك لبقية حياته، فلم يعرف البعض أنه شقيق الممثل فؤاد شفيق، والذي اتجه أيضا للتمثيل بعد ذلك. وعندما افتتح يوسف وهبي مسرح رمسيس في أوائل 1923 انضم حسين رياض لفرقة رمسيس ليواصل تألقه، وربطت بينه وبين يوسف وهبي صداقة وطيدة. ثم انضم لفرقة فاطمة رشدي لعدة سنوات، وظل يعمل عدة سنوات مع عدة فرق أخرى، فعمل مع فرقة الريحاني ومنير المهدية وعلي الكسار وعكاشة واتحاد الممثلين في عام 1934. ثم جاء دخوله إلى السينما المصرية واللي احتضنته فيما بعد كواحد من أفضل من جاءوا في تاريخها، منذ أن كانت السينما صامتة زي أفلام صاحب السعادة كشكش بيك في 1931. ثم قدم في بدايات السينما الناطقة أفلام منها الدفاع وسلامة في خير ولاشين، وتولد بعد ذلك أعماله السينمائية المتنوعة، ولم تتوقف مشاركاته المستمرة حتى وفاته. قدم خلال مسيرته الفنية أدوار الخير في معظم أدواره باستثناءات قليلة، وعرف بدور الأب الحنون في العديد من أعماله، واشترك في العديد من الأعمال الشهيرة والمعروفة في السينما المصرية. وقد قام جمال عبد الناصر في عام 1962 بتكريمه بوسام الفنون. قدم حسين رياض أكثر من 300 فيلم سينمائي، وقدم للمسرح حوالي 140 مسرحية، كما قدم 150 عمل إذاعي. وتوفى حسين رياض في 1965 قبل أن يكمل فيلمه الأخير الالتزفاف، وهو يؤدي دوره أمام الكاميرا على أثر أزمة قلبية حادة. وعن وصياته الغريبة كشفت فاطمة ابنته خلال لقاء تلفزيوني في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا عن سر وصيته الغريبة قبل وفاته، وهي ألا يتم دفنه بعد وفاته قبل مرور 24 ساعة.
وأوضحت أن السبب في ذلك هو دور قام به في إحدى مسرحيات، كان بيمثل دور واحد مات في مسرحية ولما دفنوه صحي تاني لأنه كان مغمى عليه مش ميت. ووالدي كان متأثر جدا بالدور ده، عشان كده طلب من ماما أنه لما يموت ما يدفنش قبل 24 ساعة علشان يكونوا تأكدوا من موته. بدأ إسناد دور الأب إلى الفنان حسين رياض منذ برع في أداء هذا الدور في فيلم لاشين، وهو الدور اللي رشحه له المخرج أحمد سالم مدير استوديو مصر في ذلك الوقت، ومن أشهر أدوار الأب اللي قدمها دور الرئيس عبد الواحد الأب الفلاح البسيط المكافح في فيلم رد قلبي عن قصة يوسف السباعي، وهو الدور الذي أبكى الجميع حتى الرئيس عبد الناصر نفسه، والذي منحه وسام العلوم والفنون في عام 1965 تقديرا له على ما قدمه خلال مشواره الفني. زامل حسين رياض الأدباء والكتاب وكون معهم صداقات دامت طويلا، حبا في الثقافة والمعرفة، وكان مصدر احترامهم وتقديرهم، حتى انه كان بيعقد صالون شهريا في بيته بيحضره الشعراء والأدباء، منهم شاعر الأطلال إبراهيم ناجي وإمام الصفطاوي والموسيقار عبد الصالح والفنانة زوزو حمدي الحكيم والفنانة زينب صدقي وغيرهم من نجوم الثقافة والفن. كان الفنان الراحل حسين رياض بيمتلك صوت طربي، طالما حلم بأن يكون مغنيا ولكن القدر لم يمنحه الفرصة بتحقيق الحلم، إذ أجرى عملية جراحية في بداية حياته أثرت على أحباله الصوتية وتغير صوته لما أصبح عليه وظهر به خلال أدواره المتنوعة على الشاشة. بعد أن أجرى الفنان حسين رياض عمليته واللي أثرت على أحباله الصوتية، استطاع أن يحقق جزء بسيط من حلمه حين قدم بعض الأغاني في إذاعة الأطفال، والتي كانت أشهر أغانيه أغنية جدو يا جدو، وذلك حسب ما ورد في كتاب حسين رياض الفنان صاحب الألف وجه للدكتور والناقد المسرحي عمرو دوارة. من أهم الأفلام اللي شارك فيها الفنان حسين رياض فيلم صاحب السعادة كشكش بيه في عام 1931، وحوادث كشكش بيه في عام 34، فيلم الدفاع في 35، وسلامة في خير في 37، ليلى بنت الصحراء في 37، وفيلم لاشين في 38، وعاصفة على الريف في 41، الشريد وعلى مسرح الحياة في عام 42، وفيلم حب من السماء في 43، وليلى بدوية في 44، الأم والزلة الكبرى وقتلت ولدي في 45، وفيلم الخطيئة في 46، وأمل ضائع في 47، وفيلم عدل السماء وهرب من السجن في 48، وفيلم الأفوكاتو مديحة في عام 50، وفيلم أسرار الناس في 51، فيلم الأسطى حسن في 52، وفيلم ابن الحارة في 53، وفيلم الأرض الطيبة في 54، أغلى من عينيا في 55، وأرضنا الخضرة في 56، المتهم والملاك الصغير في 57، الشيطانة الصغيرة بنت 17 في 58، وأحلام البنات في 59، البنات والصيف في 60، فيلم وأسلماء في 61، والحب الإلهي في 62، والناصر صلاح الدين في 63، والابن المفقود في 64، فيلم خدني معاك في 65. وفي المسرحيات أيضا شارك حسين رياض في مسرحية عاصفة على بيت عطيل، وتاجر البندقية، ولويس الحادي عشر، وأنطونيو كليوباترا، ومدرسة الفضايح، وقضاء والقدر، ومسرحية الناصر والعباسية، ومسرحية شهرزاد، ومسرحية العشرة الطيبة، ومضحك الخليفة، ومسرح كليوباترا، والأرملة الطروب، ومسرحية الندم. نعود إلى البطاقة الفنية للفنان الكبير حسين رياض. الفنان حسين رياض اسمه بالكامل حسين محمود شفيق، والاسم الفني حسين رياض، الديانة مسلم، تاريخ الميلاد 13 يناير 1897، تاريخ الوفاة 17 يوليو 1965، العمر عند الوفاة 68 عام، البرج الفلكي برج الجدي، محل الميلاد القاهرة، والجنسية مصري، عدد الإخوة 2، وأسماء أشقائه مصطفى وفؤاد. بداية مشواره الفني عام 1920، سنوات النشاط الفني من 1920 ل 1965. رحم الله الفنان القدير حسين رياض وأسكنه فسيح جناته.